شعور زائف بالأمان، هذا أبرز ما تحققه أجهزة الكشف عن المتفجرات التي باتت محل حديث العالم مع ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية والتفجيرات، وخاصة في الشرق الأوسط. فمن النقاط الأمنية في بغداد إلى حراسات الفنادق في لبنان إلى مداخل الأسواق التجارية في مصر، يحاول رجال الأمن إحباط الهجمات المحتملة باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات المحمولة يدوياً، غير أنهم غالباً ما يعجزون عن هذا بحسب تقرير استقصائي لوكالة رويترز. فهذه الأجهزة بحسب مختصين تعد نوعاً من أنواع الوهم. تعتمد هذه الأجهزة على هوائي تلسكوبي دوار مثبت على علبة من البلاستيك الأسود بمقبض طويل. وهناك نوعان من هذه الأجهزة، الأول هو ADE-651 والثاني هو GT-200، كلاهما يباعان في الأسواق بأسعار باهظة، غير أن الجهازين منعت الحكومة البريطانية تداولهما من العام 2010 بعد التأكد من عدم فاعليتهما، بل وحكم بالسجن على رئيس الشركة المصنعة لهما بتهمة الاحتيال في العام 2013. ورغم هذا لا تزال هذه الأجهزة تتداول مسببة فضائح مالية في دول مثل العراق والمكسيك، بل إن بعض بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تورطت في شراء هذه الوحدات قبل أن تتخلص منها سريعاً. فانتشار الأجهزة الكاشفة عن القنابل المزيفة بات أمراً اعتيادياً لفترة طويلة في الشرق الأوسط، بل ويرى خبير أمني بريطاني أنه لا وجود لجهاز يدوي حتى الآن يمكن استخدامه في رصد القنابل بشكل دقيق. روان حمزة، العربية،